بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الطائعين، حمد العاملين، حمد المجاهدين، حمد الصابرين، الحمد لله على آلائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الدعاة الفاتحين وإمام الهدى، ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، أسس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة دولة حضارية أساسها وحي من رب العالمين أنزله على نبيه الكريم، وربى فيها صحابته الكرام، هدفها الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والدين في بقاع معمورة، ليخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب العباد على أسس متساويين في هذه الحياة الدنيا. فكانت فتوحات المسلمين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فتح بالدعاة وصل إلى شمال آسيا والبحر الأسود، فكان فتح مدينة بابل أبواب داغستان حاليا بالدعاة في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عام 27 للهجرة، وفتح شمال إفريقيا حيث وصل عقبة بن نافع إلى مياه الأطلسي، وقال قولته المشهورة: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخطه إليها. ثم تتالت الفتوحات في عهد بني أمية، فكان المجاهدين العظيمين اللذين جهزهما الحجاج بن يوسف الثقفي، الذين ساحوا مجاهدين في الأرض مع كوكبة عظيمة من التابعين ومن تبعهم، فكانت فتوحاتهم لباكستان وداغستان إلى حدود الصين جنوبا وشرقا، وإلى شمال حدود شمال روسيا وإلى حدود روسيا شمالا. وكان بعدهم من الفاتحين ما كان موسى بن نصير الذي تابع الفتوحات في شمال إفريقيا، وعبر أحد قواده طارق بن زياد المضيق إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وتبعه موسى بن نصير، فكانت الأندلس التي دخلت في الإسلام. جاء بعدهم عبد الرحمن الغافقي وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر والحاجب المنصور بن أبي عامر رحمهم الله أجمعين. لكن هذه الدول، وحينما تبتعد عن سنن الله عز وجل بالالتزام بدينه، وأولها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ستسقط وتندثر جريا على سنة الله في عباده. وهذا ما بدأ يحصل في أرض الأندلس، فكانت ملوك الطوائف، وكانت الصراعات والنزاعات والاستعانة بالعدو على الأخ، فحصل الضعف والتهلهل، وأصبحت مآلات السقوط بادية على الأندلس لولا إسعاف المجاهد يوسف بن تاشفين للبلاد. فكانت معركة الزلاقة التي أنقذت فيها الأندلس لأربعمائة عام بعدها، إلى أن عاد الوضع إلى الفساد والضعف والتنازع من جديد، فبدأت تسقط الأندلس مدينة تلو الأخرى، وآخرها غرناطة. وكان تسليم الملك أبي عبد الله الصغير لمفاتيح غرناطة لألفونسو وإيزابيل، عندها بكى ملكه الضائع، فقالت له أمه العظيمة: أبكي كالنساء ملكا لم تدافع عنه كالرجال. هذه امرأة فهمت ما يريده الله عز وجل من عباده المؤمنين، فالله عز وجل خاطب صحابة نبيه الكرام بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالرجال على مر العصور هم من يذودون عن الحياض ويحفظون بيضة الأمة. نعم، سقطت الأندلس وتوالت الويلات على المسلمين، فكانت محاكم التفتيش، وكان التنصير والتهجير إلى المغرب العربي وموريتانيا والمغرب والجزائر، وما زالت آثارهم باقية تشهد عليهم.
ومنهم من لديه إلى الآن مفاتيح دورهم التي كانت مسلمة مزدهرة صاحبة حضارة عظيمة طيلة 8 قرون، ولكن رجال المجاهدين من أهل تلك البقاع لم يستكينوا وحاولوا المحاولات العديدة لاستعادة تلك البقعة من أرض المسلمين. واليوم الآن نحن في محاضرتنا سنتعرف على أهم محاولات المسلمين لاسترجاع الأندلس المفقود حينها، يتحفنا بهذا التاريخ العظيم والأليم بآن معا فضيلة الشيخ الداعية الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي، فليتفضل. مشكورا، بارك الله به وحفظه، تفضل شيخ الكريم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن أكون بينكم في هذه الأمسية الطيبة مع البيت الحمصي الذي التقينا فيه أكثر من مرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بهذه الدعوة الكريمة من الأستاذ الفاضل أبي عامر حفظه الله. يسرني أن أكون بينكم في هذا الموضوع الذي حقيقة كلما قرأته مزق نياط قلبي، خاصة ولي بالأندلس علاقة وطيدة، نظرا لأن والدي رحمه الله كان له دور كبير في الدعوة إلى الله هناك، حتى إنه توفي رحمه الله شهيدا في مدينة قرطبة، وحمل منها إلى المغرب، وقد وضعنا راية الأندلس فوق نعشه رحمه الله لكونه امتزج حب الأندلس بقلبه حتى إنه مات على ثراها رحمه الله. وراية الأندلس هي الأخضر والأبيض والأخضر، وفي وسطه ولا غالب إلا الله. كان والدي رحمه الله الدكتور علي المنتصر الكتاني رحمه الله قد كتب كتابا نفيسا في هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم، وأنا إذ أتحدث اليوم فإنما أختصر بعض ما ذكره في كتابه، لأن الكتاب يقع في مجلد كبير سماه انبعاث الإسلام في الأندلس، وكتاب مطبوع، كتاب مطبوع، وأيضا طبع مختصره ونشر منذ يعني سنوات طويلة. القضية هي أننا نحن معشر المسلمين عندما نتحدث عن الأندلس وعن الفردوس المفقود ونتحدث عن عما حدث في تلك البلاد، نسدل الستارة عليها بعد ما سلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين، ونفترض أن الأندلس انتهت بعدما سلمت مفاتيحها للملكين الكاثوليكيين، ولا ندري بعد ذلك ما حدث. أغلب المسلمين اليوم لا يعرفون أن المسلمين بعد ذلك بقوا لسنوات تلو سنوات، مئات السنين، وبقي وجودهم يضمحل لكنه لم ينتهي، وهناك قصص عجيبة لبقاء الإسلام في تلك البلاد إلى يومنا هذا. وقد عانى المسلمون هناك معاناة عظيمة لا يمكن للإنسان أن يتحمل، فضلا عن أن يقرأ. يعني عندما نقرأ ما حدث للمسلمين في الأندلس أمر يشيب لهوله الولدان، ما حدث لهم من تقتيل ومن محاكم تفتيش ومن ترهيب، شيء فظيع جدا جدا. وهذه الفظاعة بقيت في الذاكرة الأندلسية إلى يومنا هذا، وسأحدثكم ببعض القصص في نهاية هذا المجلس إن شاء الله تثبت هذا الأمر. كانت الأندلس كما تفضل الأستاذ الكريم جنة للعلم والدين والمعرفة، وقد فتح المسلمون باكرا زمن الدولة الأموية، وانتشر فيها الإسلام بشكل عجيب انتشار النار في الهشيم
في فترة قليلة جدا، مما جعل كثيرا من المؤرخين يقولون إن أهلها تقبلوا الإسلام طواعية لكونهم كانوا يميلون إلى المذهب النصراني الموحد. فالواقع أن الأندلس هي التي استنجدت بالمسلمين نظرا لوجود بعض النزاعات بين ملوكها، يعني إسبانيا إيبيريا هي التي استنجدت بالمسلمين لينقذوها، فلما ذهبوا إليها استقبلوهم بالرحب والسعة، فانتشر الإسلام في غضون يعني سنوات قليلة، حتى إن جميع إن المسلمين وصلوا إلى حدود باريس. لكم أن تتخيلوا أن المسلمين في فترة قليلة جدا وصلوا إلى حدود باريس واستولوا على الأندلس وربع فرنسا. طبعا المسلمون لم يستطيعوا أن يستمروا نظرا لأمور كثيرة، منها أمور تكتيكية ومنها أمور أخرى ونزاعات حدثت، وسقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية والنزاع بين الأمويين والعباسيين إلى غير ذلك من الأمور. لكن المسلمين استمروا في الأندلس حوالي 8 قرون، وكانت صراعاتهم مع النصارى بين مد وجزر. وكما أن المسلمين عانوا من الانقسام، فقد عانى أيضا النصارى من الانقسام، فالنصارى أيضا كانوا إمارات، إمارة قشتالة وهي أكبرها، وإمارة أراغون، وإمارة البرتغال، وإمارة جليقيا إلى غير ذلك من الإمارات التي كانت تارة تتحد ضد المسلمين فتتقوى عليهم وتارة تنهزم. لكن الأندلس طوال تاريخها كانت تستمد قوتها من الجنوب، من المغرب، فكلما كانت الدولة في المغرب قوية آخذة الكتاب بالقوة معظمة للدين، كلما ساعد ذلك الأندلسيين على الاستمرار. لكن لما ضعف أمر المغرب وانهارت قواه وضعف أمر الولاء والبراء والدين، ذهبت الأندلس وإلى الله المشتكى. آخر ما حدث في الأندلس، يعني في الأمور الأخيرة التي حدثت فيها، هي أن النصارى استطاعوا أن يستولوا على المدينة تلو الأخرى، إلى أن لم يبقى للمسلمين إلا إمارة غرناطة في الجنوب. وكانت إمارة غرناطة تطل على البحر الأبيض المتوسط، ولها مدخل إلى المغرب عن طريق الجزيرة الخضراء وما إلى ذلك. فكان هذا الجنوب جميعه، يعني هذا الساحل الجنوبي، منفتحا على المغرب وله علاقة وطيدة بالمغرب نظرا لسفر الناس من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا. واستطاع ابن الأحمر، والسلطان ابن الأحمر الذي كان يقول إنه من ذرية بني نصر الخزرجيين الأنصاريين، استطاع سنة 800 محمد بن يوسف ابن الغني بالله أن يسيطر على الجنوب كله وينشئ إمارة إسلامية في جنوب الأندلس وعاصمتها غرناطة. هذه الدولة توالى على ملكها العديد من الملوك، لكن هذه الفترة تميزت بالكثير من الفتن، فتن الداخلية، وتارة تواطؤ مع النصارى ضد بعضهم البعض، حتى أدى ذلك إلى استنزاف قوى مملكة غرناطة وضياع قلاع ومدن عديدة منها. وكانت الطامة الكبرى هي ضياع جبل طارق سنة 67 و800 من يد المسلمين وانقطاع حبل النجاة مع المغرب. أما المغرب فقد كان يعاني معاناة كبرى نظرا لضعف الدولة المرينية، والدولة المرينية حاولت في آخر مرة أن تنصر المسلمين في الأندلس لكنها فشلت، حتى إن الملك هزم في معركة هناك هزيمة النكراء وقتل أبناؤه، فلم يستطع بعد ذلك المغاربة أن يجتازوا إلى الأندلس من جديد، وكانت تلك آخر محاولة من المغرب لنصرة الأندلسيين. يعني معركة الملوك الثلاث؟ لا 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 لا، معركة الملوك الثلاث حدث بعد سقوط الأندلس،
حدثت زمن السعديين، هذه لا، هذه زمن المارينيين، حاولوا في آخر مرة أن ينقذوا المسلمين في الأندلس لكنهم فشلوا، انهزموا، وقتل أمام الملك أبناؤه، وجرح الملك نفسه، فرجع إلى المغرب يعني في وضع سيء حقيقة. هذا في جانب المسلمين. سنة 67 و800 انقطع حبل النجاة مع المغرب، وبالمقابل الصليبيون كان بينهم نزاعات، لكن هذه النزاعات انتهت بزواج ملك أراغون فرناندو بملكة قشتالة إيزابيلا. هذا الزواج كان شؤما على الإسلام والمسلمين في الأندلس، فبذلك تكونت مملكة إسبانيا الكاثوليكية المتعصبة التي استطاعت أن تحتل ما بقي من الأندلس. حاول الأندلسيون الاستغاثة بجميع المسلمين، سواء المارينيين أو بقايا المارينيين أو الحفصيين في تونس أو العثمانيين الذين بدأوا يظهرون قوة عظمى في المشرق، واستطاعوا أن يستولوا على كثير من الجزر في البحر الأبيض المتوسط، لكن الأتراك العثمانيين كانوا مشغولين جدا بقتال النصارى في المشرق، ولم يستطيعوا أن يتفرغوا لنصرة المسلمين في الأندلس. والمغاربة وأهل شمال إفريقيا كان بينهم من النزاعات والضعف ما يجعلهم لا يستط... ما يعني جعلهم ضعيفين، ضعفاء جدا، حتى لم يستطيعوا أن ينصروا المسلمين في الأندلس، كانوا متفرقين متشرذمين ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مع الأسف الشديد. وفي سنة 87 و800 ثار أبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسف بمساعدة أسرة بني السراج النبيلة على فاستولى على الملك. نشب خلاف بين أبي الحسن وبين بني السراج، فنادوا بالثورة عليه ومبايعة أخيه محمد الزغل أو الأزغل، يعني هذا لقب. فاشتد الصراع بين الأخوين، ونتج عنه سقوط العديد من القلاع والمدن مثل لوشة والحامة. ثم توفي أبو الحسن فنودي بالزغل سلطانا مكانه، واشتدت حملات الأسبان فاستولوا على جبال الروندا ومالقة وفحص غرناطة سنة 90 و800. ثم ثار أبو عبد الله ابن أبي الحسن، وهو أبو عبد الله الصغير، فاستولى على حي البيازين بغرناطة سنة 91 و800 بمساعدة الأسبان. تخيلوا، قام ضد عمه بمساعدة الأسبان، ثم اعترف بالإمامة لعمه وانضم له في جهاد الأسبان، تارة يتعاون مع الأسبان وتارة يقاتلهم. أثار اتحاد العم مع ابن أخيه حفيظة العدو. لما اتحد العم مع ابن أخيه غضب الإسبان، لذلك غضبا شديدا، ورأوا أن اتحاد المسلمين ضدهم يقويهم عليهم، فاستطاعوا أن يأسروا أبا عبد الله، استطاعوا أن يأسروا الأمير أبا عبد الله، ثم أطلقوا سراحه بشروط، ومنها أن يتعهد بعدم مواجهتهم، فانفردوا بعمه الزغل الذي اضطر للاستسلام وهاجر إلى مدينة تلمسان في غرب الجزائر، وبقي هناك إلى أن وافاه المنون. وفي سنة 97 و800 حاصر الأسبان غرناطة حصارا شديدا، وحاصروا مدنا أخرى، حتى اضطر الناس لأكل الكلاب والقطط وسائر ما يجدون أمامهم، يعني حدث لهم مجاعة عظيمة، ومات منهم خلق مرضا وجوعا وما إلى ذلك. عندئذ بدأت العزائم تخور، واضطر المسلمون لأن بدأت هناك مفاوضات سرية بين الزعماء والأمراء للحفاظ على مصالحهم والانسحاب وترك الجمهور والشعب إلى مصيره المحتوم. وعندئذ حدث الأمر بتسليم غرناطة للنصارى، وقام أبو عبد الله الصغير في صورة ذليلة جدا بالاستسلام وتسليم مفاتيح غرناطة. عندئذ بكى وتأثر، وقالت له أمه لما وقف على تلة ينظر إلى غرناطة، قالت له أمه ابكي ملكا
لم يبكيك النساء ملكا لم تحافظ عليك الرجال، الكلمة التي افتتحت بها هذه افتتح بها هذا اللقاء. هنا حاول المفاوضون أن تكون شروط الاستسلام محترمة، بمعنى أنهم اشترطوا على النصارى بأن تبقى المحاكم الشرعية، بأن يبقى المسلمون بزيهم بأسمائهم بلغتهم ما إلى ذلك من الأمور. وقد ساعد على هذا الأمر أنهم رأوا كثيرا من المسلمين الذين بقوا في أراضي النصارى. بالمناسبة نحن عندما نتحدث عن غرناطة ننسى أن المسلمين بقوا في المناطق الأندلسية الأخرى مئات السنين منذ سقوط مناطقهم تحت حكم النصارى، بقوا تحت حكم النصارى وعملوا هناك وبقوا مسلمين، لكن الذي حدث لهم أنهم تغيرت أسماءهم وتغيرت لغتهم من الإسبانية، لكنهم بقوا مسلمين، وكان بينهم فقهاء وعلماء يعلمون أمور دينهم، وكانوا يكتبون كتبهم بالحروف العربية واللغة الإسبانية، وهناك وتسمى هذه اللغة الكتابة تسمى الأعجمية، وبالإسبانية تسمى الخميادو، وقد وجدت مخطوطات كثيرة بهذه اللغة، وهي اللغة الإسبانية بالحروف العربية، اللغة الإسبانية وكذلك اللغة لغة الشرق الإسبانية الآن، يعني هي لغة قريبة من الإسبانية لكن لا تسمى إسبانية. المنطقة الشرقية للأندلس أيضا لهم، يعني هنا لهم لغتهم. ف يعني المسلمون في تلك المناطق كانوا بين مد وجزر في الحفاظ على دينهم، واستطاعوا يعني مدة طويلة يعني مئات السنين الحفاظ على دينهم، لكن تارة يشدد عليهم النصارى وتارة يرخون عليهم. إلا أن هذه المرة رأى النصارى أعداء الله أنهم قد سيطروا على الأندلس كلها، وتوحدت إسبانيا كلها تحت راية هذين الملكين الكاثوليكيين، يسميان الملكين الكاثوليكيين. وعندئذ ألفونسو وإيزابيل، فرديناندو وإيزابيل ليس ألفونسو، فرديناندو وإيزابيل صحيح. نعم. ففي الأخير قبلوا، يعني تعهدوا بأن يحافظوا على كل ما يريدون حتى تهدأ النفوس وتهدأ المناطق ويسيطروا عليها. وفعلا في البداية تظاهروا بأنهم تسامحوا مع المسلمين وتركوا لهم أمورهم، لكن فور دخول النصارى إلى غرناطة ذهبوا إلى قصر الحمراء ورفعوا عليه صليبا فضيا كبيرا إشارة إلى أنهم انتصروا على المسلمين، إشارة إلى أنهم انتصروا على المسلمين. وكان هذا أمرا مؤلما جدا للمسلمين. بالمناسبة الجبل أو التلة التي قام عليها أبو عبد الله الصغير وبكى إلى الآن تسمى زفرة المغربي، لاكستيمو سوسبيردو ديل مورو، يعني زفرة المغربي مورو، يعني يسمونه مورو وتصغيره موريسكو من باب التحقير، يسمون المسلمين مورو ويسمونهم موريسكوس، فبقيت التلة تسمى هذه بهذا الاسم إلى يومنا هذا. دخل الجيش إلى غرناطة وبقيت هذه المدينة بين تحت حكم النصارى، ثم بعد حوالي عشر سنوات تقريبا، بعد 10 سنوات طبعا المدينة سقطت سنة 897 سلمت غرناطة للنصارى. وبعد حوالي 10 سنوات ضيق النصارى، بدأوا ينقضون عهدهم عهدا تلو عهد، بدأوا ينقضون عهدهم عهدا تلو عهد. وعندئذ
قامت ثورة غرناطة الأولى، حيث ثار أهل غرناطة ضد هذه القرارات، وذلك في سنة 904 للهجرة طبعا، وتسمى ثورة البشارات الأولى. جبال البشارات أو البشارات هي الجبال التي تقع شمال غرناطة. بالمناسبة هذه الجبال إلى يومنا هذا، وحتى سبحان الله لدي قصص كثيرة عن هذه الجبال وعن عما يحدث فيها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا زال أهلها يحتفظون بذكريات إسلامية عجيبة. هذه الثورة استمرت من سنة 904 إلى 907، يعني استمرت 5 سنوات، وذلك ردا على الحملة التي بدأ رئيس أساقفة طليطلة الكاردينال فرانسيسكو خيمينيز في مدينة غرناطة لفرض الالتزام الديني بالنصرانية عن طريق التعذيب والسجن، يعني بمعنى أنهم نقضوا العهد الذي أبرموه مع المسلمين، وهذه عادتهم، كلما عاهدوا عهدا نقضوه، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذه الثورة استخدمت حجة لإعلان نقض العهد، يعني هم الذين بدأوا، فلما ثار المسلمون عاملوهم معاملة ناقض العهود وأنهم يستحقون ما يحدث لهم. عندئذ أصدرت الملكة القشتالية إيزابيلا مرسوما عام 907 يحظر الإسلام في جميع أنحاء مملكة قشتالة، لتتبعها بعد ذلك بقية الممالك الإسبانية في السنوات اللاحقة، وإلى الله المشتكى. واستمر الوضع على هذا لمدة 70 عاما، وبين سنتي 975 987 اشتعلت الثورة، ثورة البشارات مجددا، وبدأها المسلمون الذين أصبحوا الآن يسمون بالموريسكيين، بمعنى أنهم المسلمون الذين ألزموا ونصروا قسرا، ولكنهم في الباطن مسلمون، بقوا يمارسون إسلامهم، فثاروا بعد ذلك ضد السلطة القشتالية، وذلك بعدما أصدر الملك فيليب الثاني جملة من القوانين المجحفة التي تضطهد المسلمين في الأندلس، مما جعلهم يثورون عليه ويحاولون استرجاع الحكم الإسلامي إلى الأندلس. هذه الثورة، وهي ثورة تسمى ثورة ابن أمية، هذه الثورة بدأ التحضير لها شيئا فشيئا سريا، وشارك فيها المسلمون، وحاولوا أن يستعينوا ببقية المسلمين في شمال إفريقي، وفعلا يعني حقيقة ساعدهم المسلمون من عامة المسلمين، يعني الدول لم يكن لديها حول ولا قوة، لكن الذي أعان على ذلك، لكن الذي ساعد كما يحدث اليوم، يعني المسلمون يساعدوا بعضهم البعض، لكن الدول يعني لا تبالي بما يحدث للمسلمين. كان فيليب هذا الثاني قد أصدر قوانين تضطهد المسلمين الذين في الظاهر هم نصارى، لكنهم كانوا يعاملون على أنهم منافقون أو ما إلى ذلك، وكانت الكنيسة والبابا في روما يؤكدون على تنصير المسلمين، ويؤكدون على تنصيرهم وعلى اضطهادهم، واستخدم لاضطهادهم ما يسمى بمحاكم التفتيش، وهذه المحاكم يقوم عليه رجال الدين النصارى الذين استخدموا أبشع ما يمكن أن يتخيله الكائن البشري في تعذيب المسلمين وحرقهم أحياء ووضعهم في كراسي يعني فظيعة، ووضعهم في يعني شيء فظيع حقيقة، لا يمكن الإنسان يتصور أنواع التعذيب التي كانت تحدث للمسلمين في الأندلس. فعندئذ اندلعت ثورة البشارات المسلحة في غرناطة تحت قيادة فرج بن فرج، الذي كان يقول إن أصوله من بني الأحمر حكام غرناطة. وبينما كان النصارى منشغلين باحتفالاتهم وصلواتهم ليلة عيد الميلاد سنة 1568 ميلادي، والتي توافق سنة 75 و900
للهجرة اجتمع سرا في وادي الإقليم جماعة من منفيي مورسكي غرناطة والبشارات وغيرها، وأعلنوا تبرؤهم من النصرانية التي ألزموا بها، وبايعوا محمد بن أمية الذي كان اسمه قبل ذلك فرناندو دي بالور. بالور هذه مدينة قرية من قرى غرناطة، و يعني كأنه يقول فرناندو البالوري يعني. فأرجع اسمه الإسلامي. وهناك يعني رسالة كتبها بخط يده بخط المغربي، مما يدل على أن المسلم حافظوا على تعلم العربية في السر وحافظوا على تعلم دينه في السر. فبايعوا هذا الأمير، هذا الرجل الذي كان يقول إنه من بني أمية الذين فتحوا الأندلس، بايعوه قائدا ووريثا لعرش الدولة الأموية في الأندلس، وبدأوا بحرب عصابات ضد النصارى، وجاءهم الدعم مالا وسلاحا من الجزائر والمغرب والدولة العثمانية، مما ساعدهم على الاستمرار على الاستمرار. لكن الملك فيليب الثاني أرسل قوات عسكرية ضخمة بقيادة أخيه لقمع هذه الثورة، ومع أن الثورة وصل المنضمون إليه إلى 25,000 رجل، ومنهم مجاهدون جاءوا لنصرة إخوانهم من شمال إفريقيا يعني من المغرب والجزائر وغيرها، وحتى يقال إن من الأتراك جاءوا لنصرة إخوانهم، وحققوا العديد من الانتصارات ضد العدو النصراني الكافر. لكن الشيء الغريب أن المسلمين في وسط هذه المعمعة وهذا الاستضعاف حدث نزاع بينهم، بين شخص يدعى ابن عبو محمد ابن عبو ومحمد بن أمية، فقتل ابن عبو ابن أمية ونادى بنفسه سلطانا على المسلمين في الأندلس، وهم أصلا لم يملكوا شيئا، وإلى الله المشتكى. فعين ابن عبو هو يعني قائدا، وكانوا يسمون أنفسهم السلاطين، يعني هم في حال الاستضعاف هذه يتسمون بالأسماء الكبيرة، يعني إلى الله المشتكى شيء عجيب. لكن ابن عبو أيضا قتل بعد ذلك، وبدأت هذه الثورة تخفت وبدأت تنتهي. وفي شوال سنة 78 خمدت الثورة بعدها، وكانت نتائجها رهيبة وخيمة. نتائج هذا الانهزام هو أن الأسبان عملوا على تشتيت مسلمي غرناطة، موريسكي غرناطة، وترحيلهم إلى قشتالة وغرب الأندلس حتى يتشتتوا ويندمجوا شيئا تلقائيا مع السكان النصارى، وفتت التكتلات الإسلامية، وأخليت قرابة 70 أو 200 قرية من سكانها المسلمين، ووطن مكانهم النصارى من الشمال الإسباني، يعني أوتي بنصارى من شمال إسبانيا لكي يتوطنوا في المناطق الأندلسية هذه. وعندما رأى الملك الإسباني فيليب الثالث أن المسلمين مهما فعلوا معهم لم يندمجوا، وأنه سبحان الله كانوا يشعرون بالمسلمين من لباسهم الأبيض يوم الجمعة مثلا، من نظافتهم، لأن النصارى كانوا لا يتنظفون. يقال إن ملكة قشتالة إيزابيلا بقيت 30 سنة لم تدخل إلى الحمام ولم تغتسل ولم تستنجي من 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 دخولها إلى المرحاض. شيء عجيب، يعني القذارة عند النصارى دين يتدينون به، يجعلونه مما يفتخرون بأن القسيس الفلاني والراهب الفلاني بقي مدة طويلة وهو قذر وسخ منتن، صلى الله العافية والسلام. فلما رأوا المسلمين لديهم حمامات ويغتسلون ما إلى ذلك، كانت هذه من التهم التي من أجلها يلقون القبض عليهم ثم يعذبونهم ويقتلونهم ويحرقونهم أحياء. قرر الملك فيليب الثالث بتحريض من دوق مدينة ليرما، قرر طرد الموريسكيين الذين قدرت عددهم بنحو 300,000 من إسبانيا كلها. واستغرقت هذه العملية مدة 5 سنوات، من سنة 1017 للهجرة إلى 1022، حيث سيرت سفن ضخمة من الأندلس، من غرناطة، من الأندلس كلها إلى المغرب، كانوا يلقون بهم إلى السواحل
المغربية وإلى ذلك، وقد يعني أرسلت الدولة العثمانية أيضا بواخر لاستقبال المسلمين ونقلهم إلى الدولة العثمانية، حيث هناك أسر عديدة في إسطنبول وفي غيرها من أصول أندلسية. وسبحان الله من تسامح المسلمين أنهم استقبلوا حتى اليهود، يعني اليهود اضطهدوا أيضا، يعني كما اضطهد المسلمون اضطهد اليهود ورغموا على التنصير، فالمسلمون هم الذين استقبلوهم ووطنوهم أراضيهم وأكرموهم. لكن انظروا سبحان الله العظيم، هؤلاء القوم كلما أكرمناهم كلما وجدنا منهم يعني اليد التي تعضنا عندما تتقوى علينا. بدأ الأندلسيين يخفتوا، يعني تخفت ثوراتهم، بدأنا نسمع هنا ثورة وهنا ثورة، منطقة فلانية تثور منطقة فلانية تثور، لكن مع مرور السنين وخذلان، أقول وخذلان إخواني المسلمين، لكن حقيقة مثلا الدولة المرينية لما انتهت جاءت بعدها الدولة الوطاسية ولم تستمر كثيرا، ثم جاءت الدولة السعدية. الإسبان والبرتغال بعدما أخذوا الأندلس طمعوا في أن يأخذوا شمال إفريقيا، فبدأوا يحتلون السواحل المغربية كلها، حتى إن جل السواحل المغربية احتلت من قبل الإسبان والبرتغاليين، حتى إن مدينة وهران الجزائرية بقيت لمدة 200 سنة تحت احتلال الإسبان. تخيلوا، بقيت وهران، حتى إني لما زرت الجزائر مرة قالوا لي إن هذه وهران هي يعني مشهورة عندنا بقلة الدين، لأن أهلها أصلا بقوا تحت حكم النصارى لمدة طويلة، هكذا كانوا يقولون. وتوطن هؤلاء المورسكيون الذين أتوا بالآلاف إلى المغرب في مدن، حتى إن مدينة الرباط وهي عاصمة المغرب الآن كان جميع أهلها تقريبا من المورسكيين، لأنها كانت فارغة، بناها الموحدون ثم تركت، وكانت تسمى رباط صلا، كانت قلعة للجهاد ثم تركت، بناها يعقوب منصور الموحدي ثم بقيت فارغة، ثم وطنها الأندلس. ولذلك أغلب الأسر الأندلسية الرباطية، أغلب الأسر الرباطية، وأنا متزوج من الرباطيين يعني هم أصهاري، أسماؤهم إسبانية، يعني لكم أن تتخيلوا أسماء الأسر الرباطية إلى الآن، أسرة بيرو، أسرة رودياس، أسرة تريدانو، أسرة، هذه أسماء أسر رباطية إلى الآن. وكذلك مدينة تطوان، وكذلك مدينة شفشاون، مدن كثيرة كان الأندلسيين قد أتوها لاجئين، وكانوا في زي النصارى، أسماء ولباسا، ويعني المساكين لا يعرفون شيئا من الإسلام لأنهم نصروا غصبا عنهم. فلما جاءوا للمغرب بدأوا، حتى إن كثيرا من الناس استنكفوا عن أن يختلطوا بهم، عدوهم كأنهم يعني ليسوا مسلمين، بل إن مع الأسف الشديد وهذه سأقولها، بل إن بعض هؤلاء اللاجئين كانوا يحنون للأندلس، حتى إنهم في بعض المعارك التي حدثت بين المسلمين والنصارى تعاونوا مع النصارى في المغرب ضد المسلمين. وهناك قضية مشهورة أفتى فيها الإمام ابن عاشر وغيره من الأئمة في التنكيل بأهل الرباط، عندما اكتشفوا أن كثيرا منهم تعاونوا مع النصارى ضد المجاهد العياشي رحمه الله، فاستفتى علماء المغرب في ذلك الأمر، فحكموا عليهم بأنهم والوا النصارى وأنهم مرتدون وكذا ويستحقون القتال. يعني حقيقة مع الأسف الشديد يعني قصص يشيب لهولها الولدان. وقرأت أيضا قصة لعالم أندلسي هرب من الأندلس إلى المغرب إلى مدينة فاس، ولو فتاوى وعلم وفضل وكذا، وحدث بينهم نقاشات أنا نسيت اسمه، لكن له فتاوى حتى في المعيار المعرب الونشريسي، المعيار المعرب يسمى المعيار المعرب والجامع المغرب لفتاوى علماء الأندلس وإفريقيا والمغرب، جمعه الإمام أبو العباس الونشريسي رحمه الله، أحد كبار أئمة ترمسان، ثم استقر بفاس، وهذا كتاب يعد موسوعة علمية. هذا العالم لما جاء إلى فاس، تعرف الفاسيون لديهم نوع من الأنفة، ويعني نوع من حتى التعالي على غيرهم. أنا بالمناسبة أنا من أسرة فاسية، فلست أتحدث عن غرباء، أتحدث عن قومي يعني.
فلهم نوع من الألفة. فلما جاء الأندلسي على عمله معاملة يعني لا تليق به، وإذا به يرجع إلى إسبانيا ويتنصر ويبقى هناك، نسأل الله العافية والسلام. رجع طوعا، لكن هذه نماذج حقيقة شاذة، وإلا الأصل فقد بقي كثير من المسلمين في الأندلس وبقوا يحافظون على دينهم سرا. وسأحدثكم بقصة عجيبة، ولعلي هذه القصص العجيبة التي سأذكرها الآن تعطيكم صورة عن الوضع الإسلامي أو الوضع في بلاد الأندلس. القصة هي أن امرأة تلقب بدوقة سيدونيا، سيدونيا مدينة شاذونة بالأندلس، وهذه المرأة كانت تعيش حياتها كأي امرأة إسبانية. وفي يوم من الأيام أرادت أن تدق مسمارا في حائط بيتها، وكانت من أسرة النبلاء وأصولهم أندلسية، يعني أصولهم إسلامية. فلما دقت سمعت كأن هناك فراغا وراء هذا الحائط. تعرفون الحائط إذا كان صلدا فإن المسمار يدق لا يسمع له صدى، لكن إذا كان ما وراءه يعني فارغا فإنه يسمع له صدى. فقررت أن تحفر ذلك الحائط، فلما حفرته فوجئت بمسجد ومصلى ومكتبة عظيمة تضم آلاف المخطوطات والوثائق، آلاف إن لم أقل يعني ملايين، عدد ضخم حقيقة. فصدمت هذه المرأة وقررت أن تقف حياتها على حماية هذه المكتبة، ونجحت في ذلك وكتبت كتابا كبيرا، كتبت كتابا كبيرا والآن سيعمل على ترجمته إن شاء الله، وجاءت بالوثائق التي تدل على أن المسلمين هم من فتح أمريكا قبل كولومبوس. كولومبوس قال لم يكن يدري شيئا، أما المسلمون هم الذين فتحوا أمريكا. وجاءت بالوثائق وأن زمن المرابطين كانت أمريكا مسلمة، زمن المرابطين، بل هي تقول إن المرابطين كانوا يحكمون هذه المناطق. وأتت بأدلة وشيء يعني بوثائق وشيء عجيب. ماتت المرأة هذه، ماتت لم تسلم سبحان الله، لكن المكتبة بقيت محفوظة، ويمكن لطلبة العلم وما إلى ذلك أن يستفيدوا منها. فيها وثائق لمئات السنين حافظ عليها أجدادها بهذه الطريقة، واكتشفتها هي بعد 500 سنة مما حدث، يعني من سقوط غرناطة. أحدثكم عن بعض القصص وبها أختم إن شاء الله. لكن لم تأتي على الأشراف السعديين ومعركة الملوك الثلاث، وهذه يعني أمر لا يخص الأندلسيين، لكن لا بأس. أنا الذي يعني مع الأسف الشديد الذي أحب أن أقوله هو أن السعديين لم يكونوا في المستوى اللائق بملوك المسلمين. كان السعديون أولا قد قاموا يعني بعد انهيار الوضع وسقوط الدولة المرينية وظهور الدولة السعدية الوطاسية وقرب العثمانيين من الحدود المغربية، حتى إن العثمانيين استطاعوا أن يبسطوا ولو صورتهم معنوية، بمعنى أن الوطاسين حكموا لمدة سنة تقريبا باسم العثمانيين، لكن السعديين ظهروا في جنوب المغرب ونادوا بأنهم هم أشراف وكذا وما إلى ذلك، ونادوا بالجهاد ضد النصارى، ففعلا استطاعوا أن يحرروا بعض الثغور. لكن مع الأسف الشديد بعدما استتب الأمر لهم دخلوا في نزاعات مع العثمانيين، وكان بينهم وبين العثماني حتى إن أحد ملوكهم كان يسمي السلطان العثماني الذي يحكم المشرق والمغرب، كان يسميه سلطان الفليكية، هكذا الفلوكة، الفلك باللهجة المغرب، فلوكة هي الباخرة، يقال فلوكة يعني باخرة، فكان يسميه سلطان الفليكية، يعني كأنه يستهزئ به، ملك البواخر يعني، وأنت ما الذي لديك أنت؟ هذا ملك يحكم الشرق والغرب وأنت ما الذي لديك؟ لكن سبحان الله الغرور. ومع هذا فقد طمع النصارى في المغرب عندما قام أحد الملوك السعديين وهو أظن المتوكل على الله، يلقب المتوكل على الله، وقام عليه عماه المعتصم والمنصور أحمد المنصور،
وعبد الملك المعتصم قام عليه بمساعدة من العثمانيين، فاستنجد المتوكل بالبرتغاليين، فأصدر البابا النصارى قرارا بمساعدة هذا واحتلال المغرب. وفعلا قام جيش عظيم لجب من البرتغال وجاء إلى مدينة العرايش المغربية الساحلية جهة البحر الأبيض المحيط الأطلسي، واستطاعوا أن يحتلوها، ثم مشوا إلى مدينة إلى منطقة تسمى وادي المخازن قرب مدينة القصر الكبير شمال المغرب. فتداعى علماء المسلمين إلى الجهاد، وأفتوا بكفر هذا السلطان الذي تحالف مع النصارى، وانضم علماء كبار صالحون ورجال طرق صوفية وما إلى ذلك للمجاهدين، واستنجد المعتصم عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور بالعثمانيين، فأنجدوهم بالسلاح والمؤونة وما إلى ذلك، فحصلت معركة عظيمة كان النصر فيها للمسلمين نصرا عظيما، وقتل فيها ملك البرتغال والملك المغرب المتوكل، ومات عبد الملك المعتصم، وسقطت الدولة كلها في يد أحمد المنصور. واستطاع أحمد المنصور بدهائه أن يكون دولة في المغرب كبيرة، وجعل عاصمتها مراكش، وكان لديه جيش عظيم من الأندلسيين يقودهم قائد يسمى جوذر. فبدأت الأشعار والناس وكذا ينادون بفتح الأندلس من جديد، يا أيها السلطان يعني قوم وافتح لنا. وإذا به يوجه ذلك الجيش للمالي، إلى بلاد مالي، إلى بلاد السودان. فذهبوا إلى بلاد السودان وأخذوا تمبكتو وأخذوا الذهب، وأخذوا الإمام أحمد بابا التنبكتي أسيرا إلى مراكش، وكسرت رجله. هذا الإمام المالكي المشهور من تنبكتو له ديباج، تطريز الديباج وكتب في تراجم المالكية وشرح خليل وغير ذلك. فلما دخل على السلطان قال: بأي حق أتيتم إلى بلادنا واحتللتموها وقتلتمونا وأبطأتمونا؟ قال: نريد أن نوحد بلاد المسلمين حتى نفتح الأندلس. كان أبي رحمه الله يقول هذا الملك ميكيافيلي كان يكرهه، يقول هذا الرجل يعني لا يصلح شيء. واستطاع هذا الملك أن يكون دولة كبرى فعلا، لكنها دولة انهارت فور وفاته سنة 1013 للهجرة. بعد وفاته تنازعها أبناؤه، ثم استنجد أحدهم بالبرتغال من جديد وبالنصارى بإسبانيا من جديد، وأعطاها العرايش، ومشاكل فتنة عظيمة لا أول لها ولا آخر، إلى أن جاءت فرنسا وأخذت كل شيء، ولا زلنا نعاني إلى الله المشتكى مما نحن فيه من بقايا هذه المصائب. نرجع ثانية إلى الأندلس، أحدثكم عن قصتين مما يدل على نعم هناك قصص عديدة. حدثني صديق والدي، وكم لي من الوقت؟ كم بقي لي من الوقت حتى تنتهي؟ أو لا أريد أن أمل لكم. حدثني صديق والدي الأستاذ المحامي محمد الحلو، وهو رجل فاضل من يعني كان صديقا من أعز أصدقاء والدي، وكان يساعده في الدعوة إلى الله في الأندلس. قال: كنا في إحدى المدن فدخل رجل من مدينة من القرى الأندلسية، فقال لنا: نحن لدينا احتفال سنوي كل سنة في التاريخ الفلاني نحتفل به بانتصارنا على النصارى. قال: كيف؟ قال لو إذا جئنا لبلدكم نجدكم تحتفلون؟ قال: تجدون نحتفل. ففعلا يعني حرص هذا الرجل هو ووالدي على أن يحافظوا على ذلك الموعد، فأخذوا السيارة وذهبوا بين الجبال حتى وصلوا إلى تلك القرية في اليوم الفلاني الذي يحتفلون فيه، وإذا به المدينة كلها قد خرجت تحتفل بذكرى انتصارها في إحدى المعارك ضد النصارى، واجتمعوا جميعا وأكرموهم بالطعام وكذا، وخاصة وزعوا عليهم التين وما إلى ذلك. واستغرب قال: سبحان الله، هذا الاحتفال إلى يومنا هذا ما زالوا يحتفلون بانتصارهم على النصارى في هذه القرية. أيضا يحدثني والدي رحمه الله أنه في يوم من الأيام كان في جامعته، وهي جامعة ابن رشد التي كان أسسها في قرطبة، جاء شاب من قرى البشارات فقال له: أنا أريد أن أسلم. فقال له والدي: لماذا تريد أن تسلم؟ قال: لأن أصولنا إسلامية فأنا أريد أن أسلم. قال والدي يعني أراد أن يمتحنه،
قال وما الدليل على أنكم مسلمون أو كنتم مسلمين؟ فقال له نحن نتوضأ كوضوئكم في كل صباح هكذا تلقائيا. قال قد يكون هذا من العادات. قال هاتي دليلا آخر. قال نحن لا نأكل اللحم الذي يشترى من السوق، نذبح بيدنا الذبيحة ونأكلها، لا نأكل لحوم هؤلاء. قال يعني قد تكون أيضا من التقاليد وكذا. قال طيب أنا أعطيك مسألة ثالثة ولا تجادلني فيها، نحن نكره النصارى، يعني نحن نكره النصارى. فقال لو أبي هذا إذا هذا دليل قوي، وأسلم وتسمى بالمنتصر، سماه والدي بالمنتصر على اسم والده، وكان قد توفي قريبا، فقال هذا منتصر يعني فيكتوريوس، فيكتوريوس يعني منتصر. قصة أخرى يحدثني بها والدي رحمه الله، قال مرة جعلت أخطب في الناس هكذا في مجمع عام في منطقة البشارات التي يعني أهلها يميلون للإسلام يعني للشعور الإسلامي. قال فنسيت نفسي، بالإسباني كان يخطب طبعا، وبدأت أقول لهم يا أبناء المجاهدين يا أبناء كذا. قال والناس كلهم ينظرون إلي، وإذا به امرأة عجوز تأتيني وتقبل إلي، فأنا انتبهت وخشيت أن يعني قلت لعلها يعني حملت التعصب على أن تضربني أو ما إلى ذلك. فلما وصلت إليه قالت له سينيور نحن نكره النصارى. قالت له نحن سينيور نحن نكره النصارى، هكذا قالت هذه المرأة العجوز، مع أنها هي ليست مسلمة، لكن هذا يعني شعور لديها أفضت به في هذا الموطن. هذه القصص كثيرة وهذا الشعور كبير. والآن الحمد لله يعني الآن والدي رحمه الله توفي منذ حوالي 20 سنة، لكن الآن بدأ هناك تواجد إسلامي في العديد من المناطق الأندلسية، وبدأ هناك رجعة إسلامية بعد أن كان الإسلام لا يكاد يذكر بتاتا في الأندلس سبحان الله العظيم. الآن قرى كثيرة ترجع للإسلام، ولديهم الآن يعني أنشطة، والحمد لله إذا ذهبتم إلى إذا يعني سأل يعني فتشتم في اليوتيوب ستجدون مقاطع كثيرة لأندلسيين يفتخرون بإسلامهم بأندلسيتهم بجذورهم بتقاليدهم، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا يحتاج حقيقة لجهود كبرى من المسلمين. نحن المسلمين فعلا مقصرون في هذا الجانب، ويعني لو أننا استغل يعني لو أننا استثمرنا هذا الشعور الذي في الذاكرة الأندلسية لا أسلم الأندلسيين بسرعة، لأن الإسلام يعني قلوبهم قريبة من الإسلام. ولعلي أكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاك الله خير. جزاك الله خيرا دكتور الحسن بن علي الكتاني، أجدت وأفدت بإضاءة على محاولات المسلمين لاستعادة الأندلس. بارك الله فيك، أعاد الله للمسلمين عزهم وسددهم بعونه تعالى. معنا الأستاذ عبد الله حافظ السباعي، رئيس رابطة السباعيين في العالم من المغرب الكريم، ما شاء الله. أن نأخذ منه 5 دقائق، ثم نأخذ من الدكتور عبد القادر المكي الكتاني أيضا. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل شيخ عبد الله حافظي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. اولا احيي دكتورنا العزيز دكتور الكتاني سيدي حسان، واحيي ابناء العم في الموجودين الان في اسطنبول، واتمنى ان تسمع لهم الظروف للرجوع الى حمص لبلدهم السعيد ومدينتهم السعيد التي زرتهم فيها سنة 2008 واكرموا وفادتي. أشكر سيدي حسن كتاني على محاضرته القيمة وتبعتها نوى بعض الإخوان، وكنت أتمنى أن يذكر بأن فعندما ذكر الدوقة أن يذكر بأن الخطيب رحمة الله عليه الدكتور الخطيب جاء بها إلى الحسن الثاني واستقبلها
محمد السادس واستقبلها وشكرها جزاه الله خيرا، وسلامي إلى كل أبناء العم في سواء المتواجدين في كل أنحاء العالم السوريين، جزاهم الله خيرا، وتحيتي وتحية آل البيت المغرب لهم ولكل الأحباء في العالم العربي، جزاكم الله خيرا وكثر من أمثالكم. بارك الله بك أستاذ عبد الله حافظي وأحسن الله إليك، سعدنا بوجودك معنا وتشرفنا بكم، جزاك الله خيرا. معنا أيضا الأستاذ الدكتور المهندس عبد القادر مكة الكتاني، مهندس إنشائي هو ولكن بدار علم وبيت علم عريق في دمشق والمغرب، السيد مكة الكتاني أشهر من نار على علم. والأستاذ عبد القادر هو مفكر إسلامي وصاحب كتاب صفوة الأحاديث النبوية، وهي الأحاديث التي اتفق على صحتها عدد من أئمة الصحيح، وسيكون معنا إن شاء الله بهذا العنوان قريبا إليه في 5 دقائق أيضا، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا، ونرحب معكم بفضيلة ابن عمنا الحبيب الشيخ الحسن ابن سيدي علي الكتاني حفيد سيدي المنتصر ابن عمنا الشقيق، ونحن أسرة خاصة أبناء سيدي محمد بن جعفر وأحفاده، أكرمنا الله بالتنقل في هذا المثلث الذهبي، أنا أسمي المثلث الذهبي الحجاز والمغرب وبلاد الشام. فنحن جمعتنا الغربة هنا وهنا، والشيخ حسن الله يبارك فيه من أعلام المغرب، الله يسلم، الصالحين الأتقياء، ولا نزكي على الله أحدا إلا أنه حقيقة رجل فاضل أديب حكيم متواضع، بارك الله به وبعلمه. أنا بصراحة دخلت أخر كان عندي بعض الضيوف، سمعت إلى يمكن نصف المحاضرة، بارك الله بك وجزاك الخير وزادك الله توفيقا ومحبة وعلما. حقيقة إخواننا أهل الحمص يعني من أحبابنا الحقيقيين، ونحن لنا مصاهرة مع أحبابنا الحمص، أهم من المصاهرة هنالك صلة رحم علمية. سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود كان من أعز أحباب وطلاب سيدنا الوالد، وتلاميذه كان يأتي من حمص إلى الشام خصيصا ليحضر دروس سيدنا الوالد، ويعني الكثير من علماء حمص، الشيخ وصفي المسدي وكثير والشيخ أحمد السعيد. يعني حقيقة أنا الآن بهالسن نحن هرمنا كما قال التونسي، وبدينا ننسى. الله يحفظك ويبارك فيك. فيك البركة سيدي، والدي زار والدكم أيضا في دمشق ويذكر بي هذا رحمه الله. بارك الله، بارك الله بكم. طبعا الدكتور عبد القادر مكة الكتاني هو دكتور مهندس في الإنشاءات كاختصاصي أنا، أو أنا كاختصاصه، وهو ببيت العلم هذا عنده كتاب صفوة الأحاديث النبوية الشريفة، وسيتحفنا بمحاضرة فيها إضاءة على هذا الكتاب يوم السبت 15 من كانون الثاني الساعة 9 إن شاء الله تعالى، نحن على موعد معك سيدي. بارك الله بكم، إن شاء الله نكون على موعد إن شاء الله. حفظكم الله. بارك الله فيكم. سلامنا للجميع. سلامنا للجميع. بارك الله فيكم وحفظكم. إن كان معنا أحد الإخوة المغاربة الذين يودون أن يداخلوا فأهلا وسهلا بهم. ومعنا الدكتور حسين محمد أحمد من العراق من الموصل الشقيق، أود أن أخذ منه كلمات هي يعني أنا أعتبرها نبراس وبركة وخبرة أعوام، فليتفضل دكتور حسين بما يجود خاطرك.
جزاك الله خير أخي أبو عامر، وجزا الله أخواننا المغاربة وخاصة الشيخ المحاضر عن ما أفاض عن ذكريات الإسلام في الأندلس. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة تاريخها وعزها ورفعتها في كل مكان، ويعني لنا أمل بالله سبحانه وتعالى أن هذا الإسلام منتصر بإذن الله مهما يعني خفتت يعني جذوته الآن. فنحن لنا أمل بالله كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سينتصر هذا الإسلام وسيعم الأرض وسيعني يخذل الله سبحانه وتعالى أعداءه إن شاء الله، وننتصر بإذن الله على كل الأعداء. وجزاكم الله خيرا والنصر للإسلام إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور حسين محمد أحمد. ومعنا دكتور ماهر صافي وهو مغترب في إسبانيا في الأندلس عواما مديدة، وله دراسات ومطالعات في هذا الباع في هذا المضمار، أرجو أن أخذ منه أيضا 5 دقائق. تفضل دكتور ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا بإمكاني الإضافة وقد تكلم وأسهب ويعني عالج الموضوع شيخنا الفاضل وابن شيخنا الفاضل الذي أذكره منذ أن وصلت إلى إسبانيا منذ أكثر من 50 عاما، وله الباع الطويل في الدعوة الإسلامية وفي نشر الإسلام ونشر الفكر الإسلامي وفي إدارة شؤون الجاليات الإسلامية في مختلف الأراضي الإسبانية. في الحقيقة أريد أن أشير إلى بعض المواضيع التي يعني ترددت كثيرا في العديد من البلدان الإسلامية، وهو يجب علينا دائما التمييز بين القتال والجهاد، ويجب علينا التمييز بين السيطرة على الأرض وبين السيطرة على القلوب، بين تقديم المشروع القتالي على المشروع الرسالي. وهناك نقطة هامة جدا لفتت نظري في دراسة التاريخ الدولة العثمانية وفي تاريخ الأندلس، وهو التأثير الحاسم للزيجات التي تمت بين المسلمين وخاصة بين الأمراء المسلمين وبين القادة المسلمين مع النصرانيات. هذا الموضوع كان له أثر كبير في انحسار النفوذ الإسلامي شرقا وغربا، مما أنتج مجموعة من الأمراء الصغار الذين كانوا يحاولون المزج بين ولائهم لإسلامهم وبين ولائهم لخؤولتهم. بارك الله في الجميع، وبارك الله في الأخ الفاضل أبي عامر على جهوده المميزة دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور ماهر، الفضل منك يا سيدي ومن الإخوة جميع، أنا لست إلا خادم لهذا البيت. بارك الله فيكم، وأقول ما تفضلت به كان متخوفا منه سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان يحرص على المسلمين وعلى أبناء المسلمين أن ينحوا هذا النحو. ماذا تقول في هذا دكتور حسن؟ والله ماذا أقول، ما لم أفهم يعني تفضل الدكتور ماهر أن الأمراء تزوجوا من النصرانيات ولم يتحرروا من هذا، بل أوغلوا وأمعنوا في هذا، وهذا مما أنتج أمراء صغار هم إلى أخوالهم وليس إلى أعمامهم. هذا حدث في الدولة العثمانية وحدث أيضا في الأندلس.
يعني هناك العديد من إلى الفشل والسقوط. نعم، لأن طبيعي هو أمه، خاصة إذا كانت أسيرة وبقيت نصرانية وكانت جارية، فهي تغذيه بحقدها ضد المسلمين، فينشأ في صورة مسلم وفي الظاهر يعمل غير الإسلام. يعني وفعلا يعني هذا الذي يفسر الفتن التي حدثت من بعض، يعني التصرفات التي حدثت من بعض الملوك والميل إلى أعداء الإسلام. لكن حقيقة ماذا كيف نفسر ما يحدث الآن؟ يعني أين الأمهات وأين الله المستعان؟ فقط الأمهات والآباء رضعوا من غير المعين الذي خلينا بس ساكتي. الله المستعان. معنا الشيخ عبد الله نجيب سالم، أيضا الشيخ عبد الله نأخذ منه حفظه الله وأمد الله بعمره وعلمه مع دوام الصحة والعافية وعمركم جميع. تفضلوا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشكر دائما للبيت الحمصي ولأخينا أبي عامر على هذه اللقاءات التي يعني تحفنا بها يكاد يكون يوميا. وهذا أنا أعرف أن هذا اللقاء وراءه جهد عظيم، وليس من السهل أن يعني ترتب هذه اللقاءات بمجرد يعني تمن أمنيات، وإنما لا بد لها من تحضير وتواصل وتحديد مواعيد ومراعاة ظروف الناس وترك مصالح كثيرة جدا من أجل الاستمرار والمداومة على هذه اللقاءات. ثم بعد ذلك الشكر لأستاذنا الكريم السيد الحسن الكتاني ابن سليل الأسرة الكريمة الكتانية التي يعني اشتهرت في أكثر من بقعة من بقاع الأرض بعلمها وبفضلها وشرفها. الحديث اليوم عن محاولات استعادة الأندلس، والحقيقة أن الإسلام خسر جناحا له في الأندلس كان ذا يعني دور كبير في حياة المسلمين، كما خسر له جناحا كبيرا في المشرق كان له أيضا دور كبير. دائما عندما نذكر خسارة المسلمين للأندلس نذكر خسارة المسلمين أيضا للهند، والهند والأندلس كلاهما كان يعني كانتا يعني جوهرتين من جواهر الإسلام العظيمتين. فالأندلس قضي عليه بمكر ودهاء ويعني تساهل وصراعات، وأدت بالتالي إلى يعني مسح الإسلام يكاد يكون كليا من الأندلس في فترة طويلة من الزمن، حتى جاء العصر الحديث فعادت جذور الإسلام الباقية تعيد يعني الانتشار والنمو والظهور. الهند يعني طريقة السيطرة عليه لا تقل بشاعة وفظاعة عن السيطرة على الأندلس وإخراج الهند من عالم الإسلام وإعطائه للبوذيين والهندوس لكي يحكموا به المسلمين بعد أن فصلوا عنه أرض الباكستان وجعلوها مستقرا للمسلمين وعملوا مذابح ورتبوا يعني ترحيل جماعي بمئات الآلاف بالملايين للمسلمين حتى يخرجوهم من الهند ويصبحوا أقلية فيها. كلا المصيبتين أصيب بهما الإسلام، ولكن تعودنا أن أمة الإسلام أمة تمرض ولا تموت والحمد لله. فكما عاد الإسلام فتيا في بلاد الروس بعدما أخفي وطورد ولوحق أكثر من يعني قرابة 100 عام، ثم رجع بعد ذلك ينمو من جديد ويصدح الأذان في مناراته وتمتلئ بيوت الله فيه بحفظة كتاب الله وبالدعاة إلى الله، كذلك نرجو من الله وبالبشارات على لسان أخينا السيد حسن الحمد أطربتنا كثيرا وأسعدتنا كثيرا. أنا أذكر أنه كان لي علاقة بمدير المركز الإسلامي في إسبانيا في عام 1973-74، كان اسمه الدكتور السعدي أو كذا. هؤلاء كانوا جدا فرحين مع بداية
سقوط فرانكو وتولي الجنرال فرانكو بعدما يعني تنازل عن الملك للملك كارلوس، وكان وعد المسلمين بأن يعطي أو وعد الناس جميعا أن يعطيهم حرية الاعتقاد. فبدأ الحديث عن مئات الأسر أو العديد من الأسر التي كانت تخفي إسلامها وتحتفظ بشيء من آثار أجدادها، يقولون في الشهر أو في الوقت الذي أعلنت فيه حرية الاعتقاد حوالي 600 أسرة، لا أزال أحفظ الرقم، 600 أسرة أعلنت أنها تعود إلى جذورها وتعلن إسلامها. فالحمد لله الآن لا نتحدث عن أسر، إنما نتحدث عن قرى ونتحدث عن مجتمعات وبيئات، وهذه بشائر طيبة. لا نزال في أول الطريق، ولكن على أمل كبير بالله عز وجل، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود السيد حسن وإخوانه وأحبابه ومن معه وكل من بالنجاح، وأن يسهل لهم الوسائل والوسائط والأدوات التي تعينهم على إعادة الإسلام غضا طريا في بلاد تغنت بالإسلام طويلة وأصبحت مرتعا للأدب العربي وللشعر وللفكر الإسلامي من القراء وعلوم أصحاب علوم القرآن والفقهاء وأصحاب المذاهب وغيرهم. هؤلاء الذين وجدوا لهم مرتعا خصبا أحيوا به الحياة والأحياء في بلاد الأندلس، وقد كانت من قبل بلادا ميتة حضاريا وعادت ميتة أخرى بعد القضاء على دولة المسلمين، ولكن بقاءهم في الإسلام كان بقاءهم في الأندلس كان طويلا 700 عام، يعني ذهبت كأدراج الرياح، الآن تعود مرة أخرى بهذه البشارات وهذه اللقاءات. شكرا يا أبا عامر على لقاء اليوم، لأنه في الحقيقة من الأهمية بمكان، وأرجو أن يعني نكثر من هذه البشارات التي تدمل بها تندمل بها الجراح العميقة في صدر كل مسلم وكل داعية وكل واعد. والشكر الجزيل لمحاضرنا القدير السيد الحسن الكتاني سليل الأسرة الكريمة وصاحب الجهود الواضحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عبد الله نجيب سالم على هذه اللفتة الكريمة. لها الجزيرة أمر لا عزاء له، أو له أحد وانهد أهلانه. نعم 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 نعم. يعني وصل التداعي في الحالة في الأندلس إلى درجة أنه لم يعد هناك مجال للإصلاح. شدوا مطاياكم يا أهل أندلس، فما المقام بها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الخلافة منسولا من الوسط. هذه في ساعات التداعي. الآن نحتاج إلى شاعر يعني يحيي النفوس بأن أزهار الإسلام، أزهار ربيع الإسلام بدأت تنبت رويدا رويدا، وإن شاء الله تعم السهل والجبل. أمين. إن شاء الله بعون الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أخذ كلمة أخيرة من أخينا أبي المحداد محمد نادي من الخليل من مدينة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم أعود للدكتور الحسن الكتاني، أخذ أيضا كلمة أخيرة ثم الدعاء من الشيخ علي بدوي. تفضل أخي أبو المحداد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. أخانا الكريم الأخ الكريم أحصرها على أجاد وأفاد وأفاض حقيقة في السرد، ويعني هيج قلوبنا وأشعلها صراحة يعني شوقا إلى تلك البلاد الجميلة، تلك البلاد التي كانت تعتبر مهد للإسلام والمسلمين، وهي أصبحت بلادنا، ويجب علينا تحريرها وإعادتها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. جزاه الله خير على تهيج القلوب وتهيج النفوس. ودائما الخطوة الأولى هي الكلمة، تتكلم الكلمة تدخل القلوب والنفوس، تتهيج النفوس، تبدأ للتحضير والعمل. نسأل الله عز وجل أن نستعيد همتنا وقوتنا لاستعادة حقنا وأرضنا. أرض الأندلس يعني تغنى بها الشعراء وتحدث عنها العلماء، ولنا فيها تاريخ يعني مجيد وتليد، ويجب أن لا نفرط بعد كل هذا التفريط. يجب أن نستعيد قوانا ونحشد يعني
كل طرقنا لاستعادة هذه البلاد السليبة التي يعني تعتبر درة العالم الإسلامي كما تكلم شيخنا قبل قليل، فهي إحدى ظائري الجناح التي كانت للعالم الإسلامي، جناح الشرق، الهند، وكما ذكر أخانا الدكتور الشيخ الغرب الجناح الثاني للعالم الإسلامي. أسأل الله أن يعيننا. نعم أمين. أن يسر الأمور يا رب في إعادة هذه البلاد. سمع الله منك وجزاك الله خيرا أخي أبا المسداد وحفظك. أعود للكلمة الأخيرة، كلمة الشيخ الحسن الدكتور حسن بن علي الكتاني، تفضل سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم جزيل الشكر على هذه الأمسية التي أثارت الشجون. والحقيقة وأنا أتكلم وأنظر أمام عيني على مأساة إخواننا في التركستان، لأن ما يحدث الآن في التركستان هو عين ما كان يحدث في الأندلس. والمؤسف والمؤلم هو تخلي المسلمين عن إخوانهم، تخلي المسلمين عن إخوانهم في التركستان، حتى إن دولنا العربية والإسلامية في غالبها تؤيد وتساند الصينيين ضد المسلمين في التركستان. هذه المصيبة. وأنا أتحدث الآن ويؤلمني أن لدينا أسيرا تركستانيا في المغرب ويراد تسليمه إلى الصين حتى تفعل فيه الأفاعيل ويهلك تعذيبا وقتلا وما إلى ذلك. فحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في التركستان ولا يجعلها أندلسا جديدة. يعني حقيقة لا نريد أن نرى من جديد أندلسا جديدة أمام أعيننا. وما حدث في الأندلس وقد عاد التاريخ بها أندلسا أخرى وطاف الشر بها طوفان. نعم حقيقة، لكن سبحان الله يعني حقيقة ما تفضل به شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله نجيب سالم. نعم عن الهند. الهند حقيقة الآن يعني جزء منها وهو باكستان أو بنغلاديش، وحتى الهند في نفسها لم يكفر أهلها، ما زال هناك ملايين المسلمين. صحيح أنهم يضطهدون وما إلى ذلك، لكن الأندلس أهينوا وكفروا تكفيرا، يعني أرغموا على الكفر والتنصر وما إلى ذلك. يعني حقيقة مأساة عظيمة لا يمكن الإنسان أن يتصورها، خاصة والأندلس يعني كانت درة من درر التاريخ الإسلامي، خرج منها أئمة عظام لا زلنا نتدين بكتبهم ونتعبد بمصنفاتهم ونرجع إلى شروحاتهم إلى يومنا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأندلس كما كانت من قبل، وأن يرد بلاد المسلمين إليه ردا جميلا، ويردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نكتفي بهذا حتى يعني لا أطيل، وما زلنا نتشوق للقاء البيت الحمصي، ونسأل الله أن نلتقي في حمص منتصرين في أرض حمص، ونلقي درسا في حمص وفي مساجدها إن شاء الله بإذن تعالى. وما ذاك على الله ببعيد، وعسى أن يجعله الله قريبا عاجلا غير آجل. أشكر لك الدكتور الحسن الكتاني محاضرتك الكريمة وإضاءاتك العظيمة، كما أشكر الشيخ الأستاذ عبد الله حافظي السباعي والدكتور عبد القادر المكي الكتاني والشيخ عبد الله نجيب سالم والدكتور ماهر صافي، وكذلك أخونا أبو المقداد وجميع من حضر، والدكتور حسين محمد أحمد. وأطلب الدعاء دعاء الختامي من الأستاذ علي بدوي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أرجو إعفائي من الدعاء، طالما موجود الشيخ عبد الله نجيب سالم وموجود أنت موجود يعني أفاضل العلماء، أنا لا أتقن هذا المسألة كهؤلاء العلماء. فعبد الله نجيب سالم في الخير والبركة، وأنا مشتاق له جدا. أرجو أن أنت وكلته فأنا مالي شيء. ما وكل أنا أصغر من أن أوكل شيخنا، هو ما دام موجودا فأنا ما لي مكان. طيب على بركة الله. خير وغيرها. ما
بارك الله فيكم. الحمد لله. يرحمكم الله. جزاك الله خير. الآن يعني تعين علي الدعاء هكذا طلب. والله يعني أنتم تحملون أضعافكم أثقل الأحمال. الله أكبر. الدعاء هو مفتاح السماء. يا. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى بما أولاني أحبابي من الثقة وحملوني من المسؤولية أن يعني يفسح لنا في 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 رحمته ما يبل به الصدور ويشفي به القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربي فينا شقيا ولا محروما ولا مقدرا عليه في الرزق ولا مطرودا من ديوان رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك يا ربي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين جميعا. اللهم احفظ بلاد المسلمين واحمها من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم اسبل سترك على المؤمنين جميعا حتى يكونوا في كنف رعايتك وعين عنايتك. يا الله يا الله يا الله يا مغيث أغثنا يا مجير أجرنا. نسألك باسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن ترفع مقتك وغضبك عن هذه الأمة، وأن توحد قلوبها وتوحد صفوفها وتوحد حكامها حتى يعودوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نحن أمة واحدة، لا حدود بيننا ولا حواجز بيننا ولا فرق بيننا، وإنما يعني بقدر ما نعود إلى إيماننا نعود إلى وحدتنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا بأعيننا ما تقر به أنفسنا من وحدة المسلمين واتفاق كلمتهم وتآزرهم وتوادهم وتعاضدهم، ونفي الفرقة والفساد فيما بينهم. هذه الفتن التي تقع بين بلاد المسلمين والحروب التي تقع في أطراف البلاد ووسطها وشرقها وغربها كلها من فتن الشيطان، وكلها يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، نحن على فرقتنا وضعفنا وتقسيمنا تنشأ بيننا حروب ونزاعات زرع بذورها بيننا أعداؤنا حتى لا تقوم لنا قائمة ولا تنتصب لنا راية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يذهب وحر الصدور وأن يطيب النفوس فيما بيننا، فتصبح بلاد المسلمين كلها بلادا واحدة. وهذه أمنية يظنها الناس معجزة، ولكننا نراها أنها حقيقة إسلامية لا بد أن نسعى إليها، وهي توحيد القلوب وتوحيد البلاد وتوحيد الأحوال. اللهم يا ربنا يا سامع دعانا يا مجيب الأصوات يا سامع الدعوات يا رب الأراضين والسماوات، نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن توحد قلوبنا وصفوفنا، وأن تجمع كلمتنا على ما يرضيك، وأن تحول بيننا وبين معاصيك، وأن تؤلف قلوب حكامنا على طاعتك، وتعينهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه. جزاكم الله خيرا أحبتي في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.